بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة بعنوان اختيار النماذج، معايير وأخطاء النماذج. في هذه المحاضرة نهدف إلى التعرف على المعايير النموذج الجيد، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الأخطاء التي ممكن أن تكون موجودة في النماذج، وما هي تبعات تلك الأخطاء، وكيفية حل تلك الأخطاء. نبدأ الآن بمواصفات النموذج الجيد. بطبيعة الحال احنا ما بنقدر نحكي عن نموذج جيد او لا بدون ما يكون عندنا معايير او توجيهات محددة يمكن على اساسها اختيار النموذج او مقارنة النتائج مع بعضها. لذلك وضع العالم الاقتصادي القياسي هيرفي معايير للحكم اذا كان النموذج جيد ام لا. اول المعايير هو بارسيموني، اي معنى التقدير. النموذج لا يمكن ان يكون بشكل عام هو مطابق لطبيعة الحياة او للواقع، لذلك اي نموذج يجب ان يستخدم التجريد والتبسيط. فإذا اعتبرنا انه الواقع عندنا هو عبارة عن الشكل باللون الازرق، واحنا بدنا نعمل نموذج للتنبؤ او نموذج علشان نوصف هاي الظاهرة، فاحنا بنبلش نقصقص من هون ونقصقص من هون، بيكون عندنا النموذج هو عبارة على الشكل بالمستطيل هو اللونه الرمادي. طيب علشان احنا نرسم او نتوقع او نوصف هيك نموذج فبيكون عندنا كتير عوامل مستقلة، فطبعا احنا بنختار العوامل المستقلة المهمة اللي هي ممكن توصف لي هذا الشكل المستطيل او حتى اقل بشوية. فبنقدر نحكي انه هذا النموذج وصف حوالي 80% من الظاهرة، وهيك بيكون انا استخدمت النموذج للتجريد او التبسيط. المعيار الثاني هو Identifiability، هو عبارة عن التمايز، او بمعنى انه تقدير النموذج لمجموعة البيانات بيكون المعامل او البراميترز بيكون عبارة عن قيمة واحدة فريدة من نوعها. يعني بمعنى كل ما قيس البيانات انه بيطلع لي B1 وB2 لحد كل البيز انه كلهم بيطلعوا لي واحد، مش كل ما بقيس البيانات او كل ما بغير شوي في البيانات بلاقيها ان هي كتير بعدت. فانا بدي اكون عندي معامل في له رينج معين بيتغير فيه لو تغيرت البيانات او لو اخذت عينة تانية. المعيار الثالث هو عبارة عن الجودنس اوف فيت. واحدة من اساسيات التحليل اللي احنا حكيناها من السابق انه تحليل الانحدار، انه واحدة من اساسيات تحليل الانحدار هي تفسير اكبر جزء من التباين في العامل التابع، واللي هو بيكون مفسر من قبل العوامل المستقلة، اللي هو احنا بنحكي عن R square والادجستد R square. فاحنا كل ما بيكون عندنا ادجستد R square وR square عالية كل ما بيكون في تفسير جيد للنموذج. المعيار الرابع هو theoretically consistency، اي الاتساق مع النظرية. طبعا بغض النظر قديش كانت R عالية، فطول ما هو المعاملات عندي والمتغيرات عم يعطي اتجاه عكس اتجاه العوامل المستقلة في النظرية، ما بيكون بيكون كل شغلي على الفاضي. فلازم يكون الإشارات عندي متسقة مع النظرية. المعيار الخامس وهو قوة التنبؤ هو البريدكتيف باور. بيقول ميلتون فريدمان العالم الاقتصادي الشهير ان الاختبار الوحيد لصحة الفرضية هو المقارنة بين التوقعات الفرضية مع حقيقة الواقع، بمعنى ان احنا بنعتمد النموذج الذي يثبت صحته في الواقع مهما كان جودة النتائج او جودة التحليل اللي احنا اعتمدناها، الا انه كل ما بيكون التوقع تبعي قريب من الواقع كل ما بيكون هذا النموذج بالنسبة لي اقوى. طبعا احنا بنرجع للمحاضرة الاولى نتذكرين لما حكينا عن البريدكشن ايرور، اللي هو الفرق بين انا شو توقعت وشو صار بالحقيقة. طبعا كل ما بقل البريدكشن ايرور كل ما بيكون عندي النموذج جيد. والحقيقة انه المعايير الخمسة هي كانت اجتهادات عالم، وكتير في معايير تانية اعتمدوها علماء اخرين، ولكن انه كل ما بتختار انت نموذج او كل ما انت بتحلل بيانات حاول يكون ان هاي المعايير بالنسبة لك واضحة في النموذج اللي انت بتعتمده، وهيك بيكون النموذج عندنا جيد للاستخدام سواء للوصف او للتوقع.